أحمد، احكي لي عن تجربة كابيتان مصر من وجهة نظرك. من وجهة نظري أكيد طبعاً تجربة جديدة وكويسة جداً طبعاً، بسبب إن ده مش كان موجود زمان، إن أنت تنزل محافظات وكل أنحاء مصر إن أنت تكتشف مواهب، وأكيد طبعاً في كتير مواهب كتير موجودة في مصر، وزي ما حضراتكم شايفين يعني في البرنامج ما شاء الله، حاجات كتير يعني لعيبة كبيرة جداً، ويعتبر يعني أكبر من سنها كمان، والاهتمام ده هو اللي وصلهم لكده. بالنسبة بقى لكابيتانو مصر، أنا شايف إن شاء الله تتكرر التجربة دي مرة واثنين وثلاثة، وهيطلع إن شاء الله منتخب كبير ينافس في كل البطولات. طيب مدام آيات، هو عيد أقرب لك ولا أقرب لباباه؟ إحنا الاثنين. لما حصل إن هو راح أكتر من اختبار في أكتر من مكان وما حصلش نصيب، كان إيه بقى؟ كان بيحكي لك يقول لك إيه؟ كانت نفسيته عاملة إزاي؟ بصي، أنا كنت في عمرة واتصل عليا قال لي يا ماما انت بتدعيني ولا ايه؟ وابتدي عليا ليه كده؟ ظهري يا ماما خالص. قلت له يا ماما بص، انا في الوقت ده انا كنت ماسك الكعب بايدي وهو بيكلمني المكالمه دي، فانا ساعتها حسيت في حاجه هتحصل، بس ايه هي؟ مش بس انا مرتاحه. ده الكلام ده كان من امتى؟ من قبل كابيتان، يعني تاني اسبوع على طول اتصل عليه كابيتان. ما شاء الله. انا حاسه ان في حاجه هتحصل، يعني انا كنت مرتاحه، هو زعلان بس انا قلت له يا حبيبي اللي جاي افضل. ان شاء الله يا عيد انا هاجي، والدعوه هتيجي ورايا من السعوديه. يعني ايه ان شاء الله هاجي، يعني انا بطمنه وبهزر معاه. فما توقعتش بعد ربنا. ما جيت البيت بقى الاتصالات بقى والكابيتان وال... ما شاء الله. شفتي عيد بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميك. مدارس طلع فيها للتلفزيون. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا حبيبي الدعوه بتاعتي اجت ورايا زي ما جت اهي، خلاص احنا مش مقصرين. انا بهزر معاه يعني مش طيب. احمد، وانتوا رايحين اختبارات اي مكان كان بيفضفض معاك يقول لك ايه؟ بيحلم بايه؟ عيد اي مكان قبل مرحله كابيتان؟ قبل مرحله كابيتان. تمام. عيد، هو انا هقول حاجه صغيره بس، ان عيد اخويا دوت رغم صغر سنه تعرض لصدمات كتير، ما احنا لسه جايين للصدمات. وهي اللي مقوياه يعني. هو دايما عنده طموح عالي جدا، دايما بيقول لي يا احمد ان شاء الله هوصل ولا لا، اقول له اكيد طبعا هتوصل، وانا متاكد ان هو يوصل ان شاء الله. ودايما كده عنده طموح، اللي هو موهبه لعيب كوره، مؤمن بنفسه، مؤمن بامكانياته. ممكن عنده ثقه بنفسه. طيب لما تبقوا رايحين مثلا نادي انت وهو عشان يعمل اختبارات وما يختارهوش، وانتوا راجعين مروحين بقى، بيقول ايه؟ بيفكر ازاي؟ هو طبعا والدي بيكون معانا يعني لما يكون رايحين اختبارات وكده، بيكون هو عيد كتوم شويه، بيبقى قاعد مع نفسه ومش عايز يكلم حد وكده، بنحاول نفضفضه، لا بس هو قاعد مع نفسه دايما كده. فده ما اعرفش عيب ولا ميزه بقى. يعني عمره مثلا ما عيطش بعد ما اترفض في مكان؟ يعني ما خرجش الطاقه اللي جواه؟ اكيد هيخرجها معاك واقرب الناس ليه. بيسكت وبيزعل واحنا بنفهمه، بيقفل على نفسه، بس احنا فاهمين ان هو زعلان، مش عايز يكلم حد. ما بيتكلمش. حضرتك بتعمل ايه يا استاذ عبد الفتاح معاه بعد لحظه انه يترفض في مكان؟ دايما بقف معاه وبتكلم معاه، بقول له لسه الامل قدامك، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، ما تخافش من اي حاجه وانا معاك في اي حاجه، هسندك طبعا، انا سند بعد ربنا معاك يا عيد طبعا، وان شاء الله اللي انت عايزه ان شاء الله ربنا هيحقق لك باذن الله، بس اجتهد واتعب. ودايما بقول يا بابا اتمرن في اي مكان، ما ت... ما ت... ما ت... طالما انت طموحك في الكوره دايما دايما وابدا ما تنساش، خد كوره واتدرب واتمرن على نفسك واشتغل نفسك كويس، عشان لما تروح اي اختبار انت جاهز. ودايما كنت اقف معاه بامانه، لما اترفض من كذا، يعني هو مش اترفض، هو راح، هو النصيب راح كذا نادي، يمكن عشان يكون ربنا شايل له كابيتانو، لان كابيتانو ما بيقبلش اي حد مقبول في نادي. والله رحنا القناه، رحنا الاسماعيلي، ورحنا فيوتشر وسيراميكا، وقلنا ان شاء الله باذن الله ان ربنا عاين لنا الافضل، اللي هي كان في الغيب كابيتانو. كابيتانو. والله الحمد لله.